عبد اللطيف برداش رئيس الهيئه الوطنيه ضد الكهرباء. اليوم المغرب كينضم واحد الحدثين تاريخيين في مجال ضبط الطاقه الكهربائيه، وذلك من خلال جمع 33 لمنظمه مدرك، وهي كتجمع 22 هيئات لضبط الكهرباء في المحيط الاطلسي، وكذلك تنظيم ندوه ديال المدرك اللي كانت حول الانتقال الطاقي والايديفيا. احنا بالنسبه لنا كانت مناسبه كذلك باش نبينوا الافاق الواعده للطاقات المتجدده تحت الرعايه ديال صاحب الجلاله محمد السادس نصره الله، والافاق كذلك للتصدير. هذه مهمه بالنسبه لنا كمنظمين او منظمين ديال الطاقه في المغرب، والفرصه باش نشوفوا افاق التعاون مع جميع الهيئات ديال ضبط الكهرباء. انا الدكتور محمد موسى عمران، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحمايه المستهلك في مصر، ووكيل اول وزاره الكهرباء السابق، يعني سعيد بوجودي مع في المغرب، ومره ثانيه بهني الحكومه المغربيه على التنظيم الرائع اللي اتعمل، وما انساش ان احنا نتمنى الشفاء العاجل للسيد لفخامه جلاله الملك محمد السادس. في تقارب كبير جدا بين مصر وبين المغرب في مجال الطاقة. المغرب بدأت مشروعات كبيرة جدا في مجال الطاقة، مصر أيضا عندها مشروعات كبيرة في مجال الطاقة، سواء في الطاقات المتجددة أو في الطاقات التقليدية، وأيضا داخلين في الوقت الحالي في مجال الهيدروجين، دخلنا كمان السيارات الكهربائية، وكرجليتور طلعنا القواعد والأسعار بتاعت شحن السيارات الكهربائية. ان شاء الله يعني يبقى في تعاون بيننا وبين اجهزه التنظيم، جهاز التنظيم في المغرب باذن الله، لان مهم التعاون، وده الهدف اساسا من الاجتماع هنا، ان يبقى في تعاون بين الجنوب المتوسط وشمال المتوسط المدرج في مجال التنظيم، لان المستقبل بيقول ان التنظيم مهم جدا، ولا يمكن ان انت تقدر ان انت تدخل القطاع الخاص بدون وجود اجهزه تنظيم قويه. فدي اهميه الاجتماعات اللي احنا موجودين فيها، وأهمية فعلا التعاون بين مصر وبين المغرب. أعتقد أنه هو هيبقى نقلة نوعية في مجال الطاقة للبلدين. Chez les Désirs Cretonnais, président de la Fédération de l'énergie, nous sommes très heureux de participer aujourd'hui à cet événement de Madreg qui regroupe tous les régulateurs du pourtour méditerranéen. Notre participation, notre apport à cette journée, c'est d'échanger avec d'abord le régulateur marocain et de voir un petit peu les benchmarks qui sont faits dans les autres pays pour pouvoir donner une opportunité au secteur privé marocain de donner un petit peu son impression, de donner un petit peu quelques objectifs qui pourront être débattus lors des différentes rencontres avec la fédération, avec l'ANRE au Maroc, et pouvoir promouvoir un petit peu les énergies renouvelables et donner une visibilité assez accrue par rapport à ce type d'énergie, et de manière générale avoir une étroite collaboration avec l'ANRE. وما تنساوش تابوناو معنا فلاشين وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.